ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كده اتظبطتوا من الفيديو الواير. يعني حلو، اظن يعني طلعت انت من الفيديو الاولاني زي الفل. زي ما عملت الفيديو الواير، هنعمل دلوقتي مع بعض الكويل والسيرفر. ماشي، برضه مجمع شويه افكار حلوه كده. وبرضه ما ينفعش تسمع الفيديو دوت الا لما تسمع لي الفيديوهات بتاعت الكويل والايه والسيرنايت والقط والافكار ديت، وبعد كده تختم بالفيديو. ماشي، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال بيقول لك: The figure illustrates a wire in form of semicircles connected together and connected to a cell. Which of these semicircles has the least magnetic flux density at the center؟ عايزين أقل magnetic flux density. أنت هنا بتتكلم عن B coil، والبي كويل كارول ميو ان اي اوفر التو مين التور. وقال لك كلهم كونكتد مع بعض، هم سيريس كونكشن مع بعض، ماشي فيهم نفس الكارنت الاي. حلو، امال ايه الفاريشن هنا؟ الديفرنس ما بينهم في ايه؟ لو لاحظت هم كلهم كنمبر اوف تيرن هاف 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 هاف، يبقى الاي سيم والان سيم. الفاريشن اللي تشانج هنا، الديفرنس ما بينهم هيبقى في الراديوس ال ار. معانا البي كويل هي انفرس مع الراديوس. انت عايز ايه؟ عايز ليست، اقل بي، واقل بي تبقى اكبر ايه؟ اكبر راديوس. ار1 اكبر من ار2 اكبر من ار3 اكبر من ار4، يبقى ار1 اكبر ار عنده اصغر بي. يعني كده انت معاك في جنبي. السؤال اللي بعده: interaction ما بين الواير والكويل. طريقتنا حدد هو مدي لك بي توتال في السنتر بتاع الكويل بزيرو. دايما لما يبقى في كويل بنشتغل بي توتال الريزلتنت فين؟ في السنتر. طيب البي بزيرو، فاكر من فيديو الواير بي توتال ايكوال زيرو، ده معناه ان انت بي 1 بيكام ايكوال بي 2، بس المره دي ايه وايه؟ كويل وواير. يعني ميو ان اي اوفر 2 ار هيبقى ايكوال ميو اي اوفر 2 باي دي. تعالى كده نشوف الراديوس في ار والديستنس في دي هيكنسلوا بعض. يعني كده الديستنس هتكنسل الراديوس، ال2 هتشيل ال2، الميو هتشيل الميو. اي الواير باي، اي الكويل بكام؟ ب2. طيب الان انت شايف هاف هاف سايكل، يعني كده ال n ب half تايمز الكرنت ب 2 هتبقى ايكوال ال i اوفر ايه؟ اوفر ال باي. تمام، يعني 2 كنسل 2 كروس ملتبليكيشن، تلاقي i الواير ايكوال كام؟ ايكوال باي ام بي. هو عايز ايه اصلا؟ هو عايز الكرنت ال i للواير، يبقى كده باي ايه؟ باي ام بي. اللي بعده هنا عايز الـ smallest magnetic flux density at the center C. هنضطر ان احنا نحسب كل واحد. مثلا الـ B هنا ميو ان اي، الميو ميو، الـ N شايف ان هي N هنا ب 1، يعني كده تايمز 1. الكرنت بكام؟ ب اي اوفر 2، والراديوس كام؟ 2 ار. خد السيمبلز كده على جنب، ميو اي على ار، وافتح لي براكت فوق في 1 تحت 2 تايمز 2 كان ب 4، فانت هتشتغل هنا البي بكوارتر. تعمل بقى نفس الموضوع مع كل واحد. هتيجي مثلا في بوينت بي معاك ميو، الان برضو هنا ب 1، هما كلهم على فكره الان ب 1، الكرنت باي ماشي على 2، الراديوس كام؟ 1.5 ار، يعني في 3 على 2 ار. 2 شالت 2 فضل 3، يعني هنا كده لو خدت ميو اي اوفر الار افتح براكت 1 اوفر ايه؟ 1 اوفر 3، يبقى البي هنا ب 1 على 3. طيب هنا خلاص الميو اي وار هتشيلهم، هيتبقى لك ايه؟ او نكتبهم لك عشان ايه ما تتلخبطش. ميو الاي بكام؟ باي والان ب 1، خلاص على الار وافتح براكت، هيبقى معاك ايه؟ الراديوس بار، وهنا المفروض كان في 2، يعني كده 1 على كام؟ 1 على 2، يعني هنا البي بايه؟ بهاف. كلام جميل. الاخيره بقى ميو ال ان ب 1 الاي ب اي اوفر
A2 والradius بهاف R. A2 شالت ال2 يعني فضل لك ميو I over R يعني ال B هنا بكام؟ 4. عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز اقل smallest. ال smallest انت معاك هنا quarter، معاك 1 over 3، معاك half، معاك ايه؟ معاك 1. اكيد مش 1. طيب ما بين quarter 1 over 3، 1 over 3 اللي هي 0.3 و quarter اللي هي 0.25. كلام جميل. يعني كده اول ايه؟ اول answer. هل؟ او كان ممكن من البداية بما ان انت ال n same وال i same، الradius بس هو اللي متغير، وانت زي ما قلت لك ان الradius inverse مع b، يعني كده اكبر radius هيبقى عنده اقل ايه؟ اقل b. يعني اكبر radius اللي هو اول واحد 2r هيبقى اصغر ايه؟ اصغر b. كمل اللي بعده. Wire was wound in form of circular coil of number of turns n. طيب مديك and a current of I set up has a reformed لN over 4. Reformed. فاكر القوانين؟ المفروض ان انت لازم تسمع لي الفيديو بتاع الايه؟ القط والري شيبد الريفورمد، قط الكويل، قط السيلونايد، لازم سؤالين في الامتحان. طيب بالنسبة للريفورمد انت معاك حبيب قلبي حالتين، ممكن الاي سيم او ممكن الاي ديفرنت، يبقى متغير. حالة ان الاي سيم هيبقى معاك ريشيو بي 1 اوفر البي 2 هتبقى ايكوال. لو انت بتتعامل في الجيفنز بتاعتك مدي لك نمبر اوف تيرن ان، فهتاخد ان 1 اوفر ان 2 كل ده ايه؟ سكوير. ان 1 سكوير على ان 2 سكوير، او ممكن radius 2 على radius 1 ايه؟ 1 سكوير. لكن لو كان الاي ديفرنت هتعمل لي بي 1 على البي 2 سواء بان 1 سكوير على ان 2 سكوير، هتزود بس ان انت تعملها لي تايمز اي 1 اوفر الاي 2 او ار 2 اوفر ار 1 سكوير تايمز اي 1 اوفر الاي اي برضو اي 2. حلو؟ خلي بالك من فكره الريكويل والريشيبد الريفورمد هنا، تمام؟ طيب انت كان معاك الان بايه؟ بان يعني 1، بقت ان على 4 يعني 1 على 4، يبقى كده انت معاك ايه؟ نفس الاي ولا الاي اتغير؟ نفس الكارنت موجود. يعني كده الريشيو بتاعتك بي 1 اوفر البي 2 هتبقى ايكوال ايه؟ ان 1 سكوير على ان 2 سكوير، يعني 1 سكوير على 1 اوفر 4 سكوير، يعني 1 على 3 1 اوفر 1 اوفر 16، تحت اللي تحت يطلع فوق هتطلع كام؟ تطلع الريشيو 16 تايمز، تمام؟ يعني الريشيو اللي هتطلع 16، يعني ريشيو كده بي 1 على بي 2 تطلع كام؟ 16 لون. هو عايز ايه دلوقتي؟ بيقول لي the magnetic flux density at its center will be كام initial value. يبقى هو عايز البي 2، يعني تعمل لي cross multiplication 16 بي 2 equal بي 1، وادي 16 بالديفايد تحت البي 1 تلاقي ان البي 2 equal بي 1 over 16، يبقى كده 1 over 16 times. السؤال بقى، السؤال هنا معاك straight wire 1 to form of ln، يبقى دي كده ان 1 equal 1. current بايه؟ بi. form a magnetic flux density معاك بي. بيقول لك if the same wire re-shaped, recoiled كلهم بمعنى واحد بقى 2n over 3 مع same، بص كده كاتب لك same ايه؟ same current. كلام جميل. عايز الماجنتيك فلكس دنسيتي، يبقى كده بي 1 اوفر بي 2 برضو خلاص عرفنا الرول ان 1 سكوير على ان 2 سكوير هتبقى ايكوال ان 1 ب 1 1 سكوير ب 1 والان 2 اللي هي 2 اوفر 3 هنعملها سكوير يعني 4 اوفر 9 يعني كده 9 على 4. عايزين البي 2 كروس مالتيبليكيشن تلاقي ان البي 2 ايكوال هتاخد ال 4 تايمز بي 1 يبقى 4 بي 1 over كام؟ over 9، و 4 over 9 اللي هي 2 over 3، يبقى كده 2 over 3 ايه؟ b1. خش على بعض. هنا بيقول لك معاك اتنين coils xy، circular coils xy دول same diameter، while current
of the same intensity passed through each of them. The number of turn اللي x double number of turn y. يعني n x equal to n y. Which one of one from the following relation represent correctly the relation between the magnetic flux density. والله هجيب ب x هي mu n i over 2r. طب اجيب ب y برضو نفس الكلام mu n i over 2r كcircular coil. ال i في الاثنين ب i. ال radius في الحالتين ب r. الاثنين بس ال difference بينهم في ال n. ان انت معاك ان اكس هو دبل ان واي والان والبي ريليشن دايركت يعني كده معاك بي اكس هتبقى 2 من بي واي يعني كده الانسر سي. السؤال اللي بعده هنا عايزين نحسب البي توتال في السنتر. معاك اثنين كويلز ومعاك واير حدد هات. والله الكويل هو بي carry current anti-clockwise يبقى هيرمي في السنتر دوت وبرضو الاوتر رينج anti-clockwise هترمي دوت. الواير carry current downwards هيرمي منه ايه؟ هيرمي دوت. يعني كده الثلاثة دوت هنقول ان ال بي توتال في السنتر هي equal ال بي واير plus بي inner اللي هو ال inner ring plus بي الاوتر ال البي واير بيتفك لميو اي الواير مديها لك بآي over 2 by الدستنس من السنتر للواير R و R يعني كده 2R plus B الانر رينج. الانر رينج عندها كارنت بآي ورينج يعني ايه؟ بص كده كاتب كلمة رينج تعرف من كلمة رينج ان ال N equal كام؟ N بون. طيب يبقى كده ميو وال N خلاص بون. في الكارنت الكارنت برضو I over 2 في الراديوس. الراديوس كام؟ بآر يعني 2R plus B الأوتر ميو ال I أوتر بآي برضو over 2 والريديس المرة دي بتو إيه؟ ب2R يعني times 2R. كده هناخد common factor معانا ميو I و R يبقى ميو I over إيه؟ over R. افتح bracket يبقى من هنا 1 over 2 في 2 4 by plus يتبقى 1 over 2 plus هيتبقى من هنا 1 over ايه 1 over 4. هتعمل دول plus مع بعض بالكالكليتر هيدي لك 0.83. حلو يبقى كده الانسر بتاعك هيبقى اول ايه اول انسر. السؤال اللي بعده بيقول تو concentric ring both carry current I at the same direction as shown in the opposite figure producing magnetic flux density B at the common center. حلو لو direction الcurrent في الring through one ring is reversed. هما الاثنين اصلا same direction anti-clockwise. في واحدة هت ايه هت reversed keeping the other current as it. So the resultant magnetic flux density هيبقى كام؟ دي شبيهة ايه؟ الفكرة بتاعت الواير given والunknown. تعالى كده هو عايز لما يحصل reversed. لما يحصل reversed هيبقى واحد بيلف anti clockwise يعكس مثلا اللي بره يبقى clockwise فالاتنين كده opposite in direction يعني ال P total في السنتر هتبقى بالماينس يعني كده B1 minus ال B2. لما تيجي تفك ال B ميو N I ring ولا ما قالش رينج في البدايه رينج يعني ال n equal كام؟ equal 1. يبقى كده انت معاك ميو ال n ب 1 ال i ب i over 2. احنا هنا ده inner وده outer. ال inner عنده radius ب r يبقى هنا 2r minus ميو i على 2 بس في 2r يعني 4 ايه 4r. هناخد common factor معانا ميو I over R نفتح bracket 1 over 2 minus 1 over 4 يعني كان ميو I over R times half minus quarter ب 1 over A 1 over 4. فعشان نطلع ال B total لازم نجيب مين؟ الميو I على ال R. فاكر في الواير كنا بنجيب ايه؟ ميو I على by D common factor. هنا بقى ميو I over A over ال R common factor.
تعالى بقى من الجيفن اللي هو اداه لنا نطلع ايه الميو اي اوفر الار. هو اداك قبل ما يحصل ريفرس دايركشن الاي كانت في السنتر هنا ريزلتنت بي، يعني البي ايكوال الاثنين سيم ان دايركشن يعني بينهم بلس، يعني نفس الايكويشن ديت ميو اي اوفر ار هنا هاف هنا كوارتر بس بينهم ايه بينهم بلس. طيب هاف بلس 1 اوفر 4 3 اوفر 4 صح 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 2 تدي تمام 3 على 4 يعني كده ميو اي اوفر ار تايمز 3 اوفر 4 فمن هنا نقدر نحسب ميو اي على ار نودي ال 3 اوفر 4 بالديفايد تحت البي يعني الميو اي اوفر الار تطلع بكام 4 اوفر 3 بي حلو تيجي تعوض بيها هنا يعني كده 4 اوفر 3 بي تايمز 1 اوفر 4 هتلاقي ال 4 كانسل 4 يفضل لك بي على كام بي على 3 حلو دي من الفكره اللي احنا قلنا تيجي بقى في الواير تيجي في الكويل حتى تيجي في السولينويد المهم هي لازم ايه لازم هتجيب كمل السؤال اللي بعده سيركلر كويل لي نمبر اوف تيرن ان وريديوس في ار كاري كارنت اي ماجنتيك فلوكس دنسي كانت بي لو الكويل قط دي فكره القط طبعا القط اولا لازم ها يجي يقول لك انا هعمل قط تعال نشوف هو عمل قط كام قط كوارتر انا هقص كوارتر ما بشتغلش ب 1 اوفر 4 امال انت بتشتغل بايه انا بشتغل بحاجه اسمها ري ميندر الجزء الباقي معايا من الاخر لما تلاقي القط اعمل 1 ماينس القط تقدر تطلع ايه الريميندر يعني هتقول لي 1 ماينس كوارتر يطلع لك 3 اوفر 4 كلام جميل شوف كده القط اللي حصل ده لكويل ولا سلمان قال لك سيركولر كويل بما ان القط اللي حصل للسيركولر كويل فانت هتترجم ال 3 اوفر 4 ديت لحاجتين ان 2 ايكوال 3 اوفر 4 والاي 2 هي الريسيبريكال المقلوب ماشي تبقى كام 4 على 3 وتبدا تقرا السؤال كويس انا بديك الطريقه السهله اللي تخلصها لك تبدا تقرا تاني السؤال وتشوف هل الان سيم هل الاي سيم لقيت حاجه من الاثنين سيم هتشيلها وتحط مكانها 1 ما تعوضش بيها بالرقم اللي انت فرضته حلو ما لقيتش يبقى انت هتعوض في الريشيو بالان 2 3 على 4 والاي 2 4 اوفر 3 تعالى نقرا تاني سيركلر كويل خلاص احنا وصلنا هنا من اول القط انت عملت قط لكوارتر فالنمبر اوف تيرن اند اتس تيرنز ريموفد وسيم كارنت اي واخد بالك قال لك سيم كارنت يبقى فرضك لاي 2 4 على 3 هتروح جاي مشطب عليه وتقول لي ده الاي المفروض يبقى 1 يبقى انت بتمشي عادي خالص قول لي 1 ماينس القط هو للان مقلوبه للاي وبعد كده تشوف هل الاي سيم ولا الاي نوت سيم لو قال لك ان الاي سيم شيلها وحط 1 خلاص ما قالش يبقى انت هتشتغل بالفرض اللي انت فرضته 4 على كام؟ 4 على 3 عايز الفلوكس دنسي هتيجي بقى في الرول بتاع الريشيو بي 1 على بي 2 ايكوال ان 1 على ان 2 تايمز اي 1 اوفر الاي 2 وفي حته القط الريديوس بيبقى كونست ما بيتغيرش خالص طيب ان 1 ب 1 ان 2 اللي هي 3 اوفر 4 والاي ب 1 يعني كده تحت اللي تحت يطلع فوق ب 4 على 3 انت عايز ايه؟ انا عايز السكند يعني عايز البي 2 يبقى كده البي 2 ايكوال هتاخد ال 3 تعملها تايمز بي 1 يعني 3 بي 1 اوفر كام اوفر 4 يعني كده الانسر بتاعك هيطلع حلو طب ليه انا قلت لك تاخد بالك وتطلع تشوف هو كويل ولا سيلينويد هو طلع كويل لان هو لو كان سيلينويد كنت هتزود بس على حته من 3 على 4 ديت بدل ما كنت بتقول ان واي بس كنت هتزود لي ايه اللينس ده حاله السيلينويد تقول لي ده لينس 2 هيبقى ايكوال زي الان 3 على 4 من لينس 1 حلو دي فكره القط بسرعه طبعا في فيديو 10 دقايق ربع ساعه تقريبا قط بس لازم تسمعه كويس خش بقى على الافكار الحلوه بيقول لك ميتر رينج يبقى ال n ب 1 حلو
ووز كاري ان الكتريك كارنت بتو اي، يبقى الرينج عندها اي بكام؟ بتو اي. ماجنتيك فيلد بي ووز جنريتد ات ذا سنتر اوف رينج ام. If the two straight wires 1 and 2 were placed tangent to the ring and same plane in the figure, so to make the resultant magnetic flux density of the three electric current has the same value B at the center M, the electric current intensity اللي يتحرك في two wires يبقوا A ودايركشن الـ I يبقى A. افهم معايا كده حبيب قلبي واحدة واحدة. في البداية كان معاك رينج، الرينج ديت كاري كارنت 2i، وفي السنتر هنا كان مدي البي، تمام؟ البي اللي موجوده هو ما كانش فيه غير مين؟ غير الكويل، يعني كده بي الكويل. كان مديك البي كويل بكام؟ اطلع فوق بص كده هتلاقيها كانت اهي ببي. جميل. جه بعد كده مع الكويل ركب ايه؟ واير، واير تانجنت مع الكويل. حلو. عايز ايه بقى؟ عايز ماجنيتيود الاي ودايركشن الاي في كل واير اللي يخلي لك، ركز بقى هي الجمله دي اللي هتحل، اللي يخلي ايه؟ يخلي نفس الفاليو تاني ببي. يعني من الاخر كده انت عايز واير وواير الاثنين يدوا نفس البي. حلو؟ نفس البي للوايرز ان اوبزيت دايركشن، فتعمل لي بي ماينس البي تطلع بزيرو. يعني اكنك حطيت اثنين وايرز ما بيدوش اي ماجنتيك ايه؟ تاثير التوتال بتاعهم كماجنتيك فيلد يبقى ايه؟ فانيش، فيفضل لك برضو نفس البي بتاعت الكويل. طب دي تتعمل ازاي؟ انت لما تيجي تجيب الاثنين وايرز تانجنت، يعني المفروض الاثنين على نفس الديستنس من البوينت ام اللي هي السنتر بتاع الكويل. حلو؟ يعني ممكن تطبق فكرة النيوترال بوينت، ان انت معاك اتنين وايرز وعايز تعرف النيوترال بوينت في السنتر. تعرف ازاي؟ ان التو وايرز يبقوا كاري كارنت ان سيم دايركشن ايكوال ان ماجنيتيود، كاري كارنت ان سيم دايركشن ايكوال ان ماجنيتيود، يبقى هما سيم دايركشن كارنت. شايف الاي اللي في الواير هنا حاطه اي امبير، واخد بالك؟ وده نوردز، يبقى المفروض الاي اللي ينزل هيبقى اي برضه نفس الماجنيتيود وبنفس الايه؟ الدايركشن، عشان الاثنين بينهم يبقى ماينس، فالنيوترال بوينت تبقى في الميدل في النص عشان حته ايه؟ ايكوال ان ماجنيتيود. حلو؟ يبقى انت كده تختار لي ان دايركشن الاي ان الماجنيتيود اي، والدايركشن هيبقى داون نوردس، يعني من الطب للايه؟ تو ذا بوتوم بقى اوف ذا ريدج، يعني يبقى نازل للايه؟ نازل بقى. يبقى كده الانسر بتاعك. حلو؟ خش على بقى. The figure illustrates two concentric circular coils, same number of turns, يبقى N1 equal N2, having different radii, زي ما احنا شايفين في R وفي 2R. وبيقول لك each coil produces magnetic field B at the common center due to the electric current I1 وI2 as shown. Which of the following choices correctly represents the relation between I1 وI2, their directions and magnitude of resultant magnetic flux density B total at the common E center اللي هنا ده. عايزين الريليشن ما بين ال I1 وال I2، وعايزين نعرف ال B total. لا، عايزين نعرف ايه؟ ال B total. كلام جميل. هو قال لك ان each coil produces magnetic flux density كام؟ flux density دي. حلو. يعني كده ال B1، ال B1 ده ال inner هيبقى equal ال B، تمام؟ وهو المفروض يبقى equal mu n I over 2R. طيب ال B2، ما هي ال B2 equal B، وبرضو هي mu n I over 2R، بس هنا يبقوا 2 وده يبقى ايه؟ هيبقى بما ان معاك بي 1 وبي 2 الاثنين بيدوا بي، يبقى الاثنين ايكوال. يعني كده ممكن ايه؟ ممكن تساوي بي 1 ببي 2 وتقول لي ميو ان 1 اي 1 اوفر 2 ار 1 هتبقى ايكوال ميو ان 2 اي 2 اوفر 2 ار 2.
تعالى كده نعوض بقى، الميو هتكنسل الميو والتو هتكنسل التو. قال لك رينج صح، يعني قال لك ايكوال نمبر اوف تيرن، هو ما قالش رينج بس قال ايه سيم نمبر اوف تيرن، يعني الانات ايه الانات سيم. يبقى كده ال N1 هتكنسل ال N2، هيفضل لك ايه؟ هيفضل لك I1 فوق over ال R1 equal ال I2 over ال R2. ال R1 ب R وال R2 ب 2R، يعني ديت كده I1 over ال R equal ال I2 over ال 2R، عشان ال R تكنسل ال R. يبقى كده ال I1 became equal I2 over 2، أو cross multiplication وتقول لي ده ال I2 تبقى equal to مين؟ 2I1. حلو، شوف ايه اللي موجود معاك. اللي موجود معايا ال i2 equal half i1، ولا ال i2 equal i1، ولا ال i2 equal 2 i1، ولا ال i1 equal i2. لا انا معايا ال i2 اهي، جبناها تحت تاني، بص كده جبنا ايه ال i2 equal to مين؟ 2 i1. تطلع فوق كده يبقى كده ال i2 equal to i1. طيب الدايركشن، الدايركشن ونحسب الايه البي توتال. هو كل واحد رامي ايه؟ كل واحد رامي بي. هو اساسا مفيش غير الانسر بي هو اللي فيه اي 2 ايكوال 2 اي 1، بس احنا هنكمل بقى. حلو، المفروض هو قايل هنا ان اوبزيت دايركشن. طيب ان اوبزيت دايركشن يبقى كده البي 1 ماينس البي 2، وكل واحد رامي بي يبقى الماينس بتاعهم يديك كام؟ هيديك دي. حلو، يبقى كده الانسر بي هو اللي شغال ايه اللي شغال معايا. السؤال اللي بعده، the opposite figure shows very long straight wire ومتاليك رينج. رينج خلاص، يبقى ال n equal 1 placed in the plane of the page where poles carry current of the same intensity i with direction as shown, in the other figure. عايز الـ resultant flux density at the center. والله أنا شايف الواير هيرمي هنا دوت، وشايف الكويل هيرمي كروس. هو عايز الـ resultant، يا ترى هيبقى equal zero ولا perpendicular out ولا perpendicular in ولا عامل angle 45. تعال كده نشوف الـ direction. هو واحد كروس واحد دوت، يعني إما in يا إما out، كلام محترم. يا اما الاثنين ايه يكنسلوا بعض، يعني اخر واحده ديت ما تنفعش. تعال بقى نحسب البي بتاعت الواير والبي بتاعت الكويل ونقارن ما بين الاثنين، لان انت عارف في حاله الاوبزيت دايركشن انت بتختار الدايركشن حسب البي ها الاكبر. طيب لو جبت البي واير ميو الاي مديني اي اوفر ال2 باي الديستانس، شايف دي كلها يبقى 2 باي في الديستنس. طيب لو حبيت تجيب البي كويل هيبقى معاك ميو رينج ال ان ب الاي بتاعت الرينج باي اوفر ال2 الراديوس ار. طبعا هتقارن ما بين اللي تحت مع اللي تحت، لان ميو اي زي ميو اي. انت معاك 2 باي دي، 2 باي دي، ومعاك ال2 ار. تفتكر مين اكبر؟ اكيد طبعا ال2 باي ايه؟ ما هي دي كده كده اكبر. ماشي، يعني 2 باي دي هي اكبر منين؟ اكبر من ال 2 ار. كلام جميل. لما تبقى 2 باي دي اكبر من ال 2 ار يبقى كده البي واير اصغر منين؟ من البي كويل. يبقى تمشي بدايركشن ايه؟ البي كويل اللي هو رامي ايه؟ رامي كروس. يبقى الدايركشن بتاعك بيربنديكولر انتو زي ايه؟ انتو زي ايه؟ السؤال اللي بعده، ميتاليك رين كاريس كارنت اس شون ان ذا اوبزيت فيجر. Which of the following directions represents the direction of magnetic field formed due to the flow of electric current? والله انا شايف ان ده كويل بيربنديكولر. حلو، لما يقابلك كويل بيربنديكولر ارسم لي مكانه سولينويد. حلو، طيب نيجي نرسم مثلا 2 ترن 3 ترن من السولينويد كده. شايف انت دايركشن الاي طالع لفوق، يبقى كده الاي لفوق. حول انت الترن الواحده اللي هو الكويل ده البيربنديكولر للسولينويد عشان تعرف تشتغل بامبير رايت هاند رول. كارنت ابورد يبقى الفيلد ايه؟ تو ليفت. يبقى ترسم لي دايركشن الفيلد تو ليفت. هو عايز دايركشن الفيلد هيبقى رايح فين؟ تو ليفت، يعني رايح للنيجاتيف ايه؟ للنيجاتيف اكس. يعني كده نيجاتيف دايركشن للاكس ايه؟
للاكس اكس. يبقى لما يجي لك كويل بيربنديكولر ارسم لي مكانه ايه؟ سيراميك. هنا عايزين البي في السنتر، طبعا هنا بي كويل هيبقى ميو. الان معاك بكام؟ انا شايف هنا انجل 90 والان ليها رول ان انت بتجيبها من سيتا اوفر 360، يعني 90 على 360 تديك كام؟ 1 اوفر 4. يعني هنا 1 اوفر 4 تايمز كام بقى؟ الاي اللي داخل باي اوفر ال 2 والراديوس كام؟ الراديوس بار ايكوال هيبقى معاك السمبلز بتاعتك ميو اي اوفر الار ومعاك 1 اوفر 4 ديفايدد 2 يعني 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 8. يبقى الانسر السؤال ده كويل هاز 1 تيرن يبقى ال N equal 1 of wire is carrying an electric current of intensity I. Then the same wire recoil. واخد بالك recoil. بس المرة دي بقى أنا هضحك عليك ومش هخلي لك ال I same. علشان تجري تكتب لي الرول B1 على ال B2 تشوف أنت معاك N ولا radius. أنت لاحظت إن في إيه؟ في N. يعني تروح جاي كاتب لي ان 1 سكوير على ان 2 سكوير، بس انا بقى هغير الاي علشان تكمل جميلك وتكتب لي اي 1 اوفر الاي 2. يبقى لو الاي سيم تمام انا اتوقع ان الفكره دي هتيجي. ليه؟ ما بقاش خالص. طول عمره عمال يجي في حته الريكويل ده لوحدها، ريكويل ده لوحدها مع سيم اي، ريكويل ده لوحدها مع سيم اي. الجديد بقى معاك اهو. حلو؟ هو قال لك الاي ديكريز الاي اوفر 2. يعني كده انت معاك اي 1 1 لكن الاي 2 هتبقى كام؟ هتبقى اي. النمبر اوف تيرن هو طلعها لك ريكويل ل 4 تيرن، يبقى كده 1 على 16 تايمز الاي 1 اللي هي ب 1 والاي 2 1 اوفر 2. تحت اللي تحت يطلع فوق، يعني دي كلها بكام؟ ب 2. 2 هنا 1 16 هتبقى ايه؟ هتبقى 8. يعني الانسر يطلع 1 ل 8. كملنا السؤال ده، احنا عايزين نعرف الماكسيمم ماجنتيك فلكس دنسيتي بكام. طيب هما هنا تعالى كده واحده واحده كده. الاي دوت هيبدا يتقسم هنا وهنا، يعني هيدخل هنا هاف اي ويدخل هنا هاف اي على الهاف تيرن والهاف تيرن. طيب شايف انت البي توتال؟ انا هقول لك معلومه تحطها كده ايه في دماغك، ان انت اي فيجر خد بالك كده. عبد الحليم شغال بره زي الفل. الاختون مش عارف هو ظاهر عندكم ولا لا يعني. يلا انا سايبه يا رب يكون الصوت جاي كده، يعني حاجه تطلع على قلب الواحد كده وانت بتذاكره. ربنا معاكم. شغالين فيلم مع عبد الحليم والدنيا رايقة أهو. بصوا روقان والله بره. الكرنت خليك أنت معايا. الكرنت متقسم ماشي. الكرنت لما يتقسم الكرنت لما يتقسم عايز أقول إيه؟ افتكرت حاجة. أي فيجر الأي هيبدأ يتقسم عليه ماشي، اعرف ان البي توتال دايما بزيرو باختلاف الشكل. يعني سكوير داخل كرنت هيتقسم كده وكده ويطلع مثلا من هنا، يبقى دايما البي توتال السنتر بكام؟ بزيرو. اي فيجر مهما كان شكله ادام الاي هيتقسم عليه يقول لك البي توتال السنتر كام؟ دايما بكام؟ دايما بزيرو. يعني ديت البي توتال ايكوال زيرو، هو عايز الماكسيمم واخد بالك. يبقى اول واحده دي غلط. اللي بعد كده دول اتنين مش فيه تقسيم كرنت ولا حاجه. الكرنت بيلف كده كده، يعني الاتنين اوبزيت دايركشن. يبقى نعمل عندها ايه؟ ماينس بي 1 ماينس البي 2. طيب هنا كرنت ماشي كده ماشي كده، ده هيرمي كروس ماشي وده هيرمي كروس. اوبا يبقى الاثنين هنعمل بينهم بلس، يبقى بي 1 بلس البي 2. الاخيره بقى هي لوحدها بي ايكوال ميو ان اي اوفر 2.
اول واحدة بزيرو مش هنحسبها خلاص. تعالى بقى نحسب بتاعت الماينس ونحسب بتاعت ايه؟ بتاعت البلس. نمسح كده. صح لي. الاي فين؟ والاي باي. يعني ميو فهاف فاي اوفر التو. 1 مثلا ده الانر اللي هي بار ماينس ميو اي فهاف على 2 والريديوس الكبير للاوتر اللي هو 2 ار يعني 4 ايه؟ 4 ار. يعني كده ميو اي على ار كومن فاكتور هيتبقى لنا هاف على 2 1 اوفر 4 ماينس هاف على 4 1 اوفر ايه؟ 1 اوفر 8. يعني كده هنا ب 1 ل ايه؟ 1 ل 8. وديت كده هتبقى 1 على 2 بعد ما تشيل السيمبلز ميو اي على ار. تعالى بقى في البلس. في البلس الجزء الكبير ده هو اللي ريديوس 2 ار تمام، والصغير اللي ريديوس ار. يعني نفس ده بس بالبلس، يعني 1 على 4 بلس 1 على 8. حلو، يعني تقريبا 3 على 8. تعالى كده نجيبها 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 8 يبقى تمام 3 على ايه؟ 3 على 8 يعني 0.375. طب مين الاكبر 3 على 8 ولا 1 اوفر 8؟ والله انا شايف ان 1 على 8 اللي هي 0.125 ماينس الاثنين من بعض لو انت مش متاكد 0.125 ماينس 0.375 تطلع بالماينس. يعني الكبير مين؟ 3 على 8. طيب 3 على 8 اكبر ولا الهاف؟ ما هي 0.3 الهاف ديت ايه؟ 0.5 يبقى 0.5 اكبر. حاجه حلو، يعني كده الانسر ايه؟ الانسر دي. شوف السؤال اللي بعده. مديلك بي توتال في السنتر بزيرو. معنى ان البي توتال بزيرو يعني بي توتال بزيرو قول انت ان بي 1 ايكوال بي 2. انت شايف واير وكويل، يعني ميو اي 1 اوفر 2 باي دي 1 ايكوال ميو ان اي 2 اوفر 2. تعالى كده الميو هتكنسل الميو وال2 هتشيل ال2. تعالى بقى الاي 1، الاي 1 ده بتاع الواير ده انون واحنا عايزينه. اوفر الباي دي 1 من السنتر للواير بكام؟ 20 سنتيمتر، يعني 20 باي 10 باور نيجاتيف 2 ايكوال الكويل عنده كارنت ب 2 والان بكام؟ شايف 3 اوفر 4 يبقى 3 على 4 تايمز تايمز 2 اوفر الراديوس. الراديوس تقريبا باي بباي، يعني كده باي تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. عشان يبقى باي 10 باور نيجاتيف 2 شالت باي 10 باور نيجاتيف 2 يبقى كده اي 1 على 20 ايكوال 2 1 وهنا 2 يبقى 3 على كام؟ 3 على 2. يبقى كده انت معاك الاي 1 3 في 20 60 ديفايدد 2 يبقى الاي 1 ده كام؟ ب 30 امبير. يعني يا اما بي يا اما دي. الدايركشن ما احنا اتعلمنا ان البي توتال في مكان بزيرو لازم يبقى المكان ده ايه؟ البوزيشن ده عنده ها ماينس. عشان يبقى عنده الماينس هنشوف الكويل رامي كروس لان هو بيلف كلوك وايز، يبقى اكيد الواير لازم يرمي دوت، وعشان الواير يرمي دوت لازم يبقى كاري كارنت داون ووردس عشان يمينه يبقى كام؟ يمينه يبقى يعني ينزل لتحت من ايه لبي، يبقى كده من ايه لبي، فتلاقي الانسر بي. خش على بقى في السؤال اللي بعده. بيقول لك the opposite figure shows a long straight wire carry current 8 امبير في distance ب 4 سنتيمتر ومعاك ال half cycle ديت ومديك بي توتال في السنتر بزيرو. اقرا انت بقى كل ايه السؤال. في السنتر بي توتال بزيرو فخلاص هيبقى معاك بي الواير ايكوال بي الكوينت، يعني تاني ميو اي على 2 باي دي هتبقى ايكوال ميو ان اي على 2 ار. فالميو تكنسل الميو وال2 تكنسل ال2. الاي كواير ب 8 اوفر باي
والديستنس اللي هي 4 سنتيمتر يعني 4 باي 10 باور نيجاتيف 2. كل ده ايكوال ال N اللي هي half في ال I اللي احنا عايزينه تمام اللي هو ال I بتاع الكويل over ال radius. تعالى كده بقى نقرأ اهو مد ال radius بكام ب باي سنتيمتر يعني باي times 10 power negative 2. الباي هتشيل الباي 10 power negative 2 مع 10 power negative 2 يبقى كده 8 على 4 ب 2 يبقى 2 equal i over 2 cross multiplication يبقى الاي دي هتطلع بكام ب 4 امبير. الدايركشن بما ان البي توتال بكام ب 0 يبقى ده هيرمي دوت فلازم الكويل تبقى راميه ايه كروس علشان بي توتال ب 0 مكانها فين في الماينس يعني المفروض يمشي كلوك وايز يبقى هيمشي من A ل B يبقى هي 4 امبير من A to B. تمام كمل اللي بعده. Using the opposite figure with knowing the magnetic flux density D to each of the two straight wires at the center of the coil is B. يعني كل واير رامي إيه؟ رامي B. If the resultant magnetic flux density at the center equal zero. فعايز يعرف direction current في الكويل وماجنتيود الماجنتيك flux density في الكويل. كل واير رامي تعالى ده كده رامي كروس وده كده رامي كروس. كلام جميل. يعني الوايرز بينهم ايه؟ بي واير 1 بلس بي واير 2 كل واحد رامي بي يعني بي بلس بي يبقى التو وايرز مع بعض كام؟ بي 2 بي. حلو. وقال لك ان التوتال بكام؟ بزيرو. يعني توتال الوايرز المفروض تبقى ايكوال الكويل صح؟ علشان يحصل ايه؟ ان الريزلتنت يطلع زيرو ونخلي الدايركشن للفيلد يبقى اوبزيت دايركشن. يعني كده المفروض البي كويل لازم يبقى كماجنتيود تبقى 2 بي تبقى دايركشن. انا شايف الاثنين وايرز هما كروس كروس يعني انتو ذا بيج فلازم الكويل يبقى دوت عشان يبقى اوت ونعمل ماينس مع التو وايرز فيطلع ريزلتنت الايه بزيرو. يبقى كده الانسر 2 بي ودوت يعني ايه دوت يعني تدي اي ها دوت اوت اوف ذا بيج تدي اي ايه انتي كلوك وايز. يعني كده دايركشن الكرنت انتي كلوك وايز وماجنتيود البي هيبقى 2 بي ودايركشن الفلكس دنسيتي التوتال هتبقى دوت اوت اوف ذا بيج. خش على بعض. In the opposite figure long straight wire is tangent to a circular coil where both of the wire and the coil are in the same plane and isolated from each other and both carry current that flow as shown direction in the figure. So the net flux density at the center of the circular coil equal zero. يعني B total في center is zero. B total equal zero. حلو. ده معناه ان ال B coil equal لل B wire. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك if the coil is overturned. كلمة overturned يعني reversed. اتقلب اتعكس. الكويل اتقلب. عارف يعني ايه الكويل اتقلب؟ يعني الكويل اهو السيرفس اريا اللي انت شايفها لو كاري كارنت انتي كلوك وايز زي ما هو مرسوم يعني شايف اللي هو مرسوم ده انتي كلوك وايز لما يتقلب يتقلب ريفرسد يعني روتيت 180 يعني دايركشن الاي اللي انت هتشوفه ما بقاش انتي كلوك وايز بقى كلوك وايز. يعني الجديد لما ريفرسد هيبقى كده والواير زي ايه؟ زي ما هو. يعني لو فوق ده دوت والواير كروس بينهم ايه؟ بينهم ماينس فكان الريزلتنت بزيرو يبقى تحت الكويل هيرمي اكس والواير هيرمي كروس يعني بينهم ايه؟ بينهم بلس بينهم بلس. عايز النت فلكس دنسيتي خلاص احنا عرفنا ان البي توتال هتبقى بي واير بلس ايه؟ بلس البي كويل. بي واير بلس مين؟ البي كويل. طيب هما الاثنين في البدايه الريزلتنت بتاعهم الريزلتنت كان ايه؟ كان زيرو يعني نفس الايه؟ نفس البي. يعني كده البي واير والبي كويل احنا كنا جايبين ان هما بكام؟ ايكوال بعض
يعني كده الانسر بتاعك بي الواير هو نفس البي كويل، يعني البي توتال الجديده دبل بي الواير ودبل بي مين بي الكويل. يعني بي كويل على 2 ما تنفعش، بي كويل لوحدها ما تنفعش، بي واير ما تنفعش، 2 بي واير هي اللي ايه هي الدف. كمل يلا. بيقول لك هنا in the opposite figure a ring. Ring يعني ال n equal 1 ومعاك straight wire place same plane tangent. ماشي، حتة ال tangent عشان بنلاقيها كتير ال distance بتبقى equal ايه؟ ال radius. Carry current I so that both of them produce magnetic flux at the center P1 و P2 respectively. يبقى كل واحد ايه؟ ران flux density. عايز بقى resultant magnetic flux density at the center equal ايه؟ تعال نجيب. والله انا شايف الكويل انتي كلوك وايز كارنت هيرمي دوت والواير ابورد يمينه يرمي كروس، يبقى بينهم ايه؟ بينهم ماينس. يعني يا اما ممكن يطلعوا ايكوال بعض ويبقى زيرو، يا اما في ماينس في ماينس، يعني اخر واحد ده ما ينفعش. ماينس والدايركشن اوت ولا الدايركشن ان ولا الاثنين بي 1 وبي 2 ايكوال بعض؟ لازم نحسب. بي 1 تمام؟ هتبقى ميو والاي باي اوفر 2 باي دي. بي 2 ميو ان ب 1 اي اوفر 2 والراديوس كام؟ بي دي، لان احنا قلنا ان الديستانس والراديوس ايكوال ايه؟ ايكوال 1. يعني كده ميو اي على دي، وهنا 1 على 2 باي، وهنا ميو اي اوفر دي، وفضل ايه؟ 1 over 2. خد لي كده 1 على 2 باي ماينس 1 على 2. انت طبعا 2 باي هتبقى اكبر من 2 فالبي هتبقى اصغر، يعني كده ال2 هي اللي تكسب، يعني الكويل هو اللي يكسب. الكويل هو اللي يكسب يعني انتي كلوك وايز رامي ايه؟ رامي دون، يعني اوت اوف ذا رينج. فالانسر دي، او ان انت تكتب زي ما قلت لك ده كده على الكالكوليتر 1 على 2 باي ماينس 5 هيديك الانسر بالايه؟ بالماينس. يعني المفروض الهاف ديت اكبر، يعني تشتغل بالايه؟ بالدوت دوت. حلو؟ خش على بعض. نفس الفكره برضو. والله احنا عايزين النت فلكس دنسي ات سي، انا شايف في واير، الواير هيرمي فوق ايه؟ هيرمي دوت. طيب الكويل ماشي كلوك وايز هيرمي كروس، يبقى بينهم ايه؟ بينهم ماينس. يعني واحد ولا يكسب الكبير. نحسب بي كويل، نحسب بي واير، يلا بينا. ميو ان بهاف في الاي باي اوفر 2 والريديوس، لو هتيجي هتلاحظ ان الديستانس والريديوس حاجه واحده. طيب يعني 2 ار، يعني كده 1 على 4 والسيمبلز ايه؟ سيبك منها. بي الواير ميو والاي باي اوفر 2 باي والديستانس باور، شيل السمبل يفضل لك 1 اوفر 2 باي. طيب ماينس كده 1 اوفر 4 من 1 اوفر 2 باي، هيدي لك الانسر بالبوزيتيف. يعني كده 1 اوفر 4 هو اكبر من 1 على 2 باي، يعني بي الكويل more than the wire. الكوير رامي ايه؟ carry current clockwise فيرمي كروس، يعني into the ditch. خش على بعض. خلصت لك كده افكار الكويل تمام؟ اظن اسئله جميله. نشوف بقى، فاضل لنا يعني شويه اسئله كده، يعني بتاع 20 سؤال كمان ونخلص يعني. ندخل على السلم. فأول سؤال في السيرونايد بيقول لك the figure illustrates a serenoid of length L cross section area A number of turn N وال current I. لو ال number of turns displays the part so that the length بقى 3L. عايز يعرف ال flux density هيحصل لها ايه؟ هو عامل ايه؟ مسك ال number of turn بعدها عن بعض. ال number of turn لما تبعدها عن بعض انت معاك ايه؟ السيرونايد equal mu N I over L serenoid، او ممكن ميو ان سمول اي، والان سمول ديت اللي هي
N over L ودي اليونت بتاعتها turn per meter ودي number of turn per unit lens. طيب انا اللينس شايف ان هو اهو ومع ال B relation inverse شايف ان اللينس زاد 3 مرات يبقى ال B تقل ل 1 over 3 لان انا غيرت ايه ال spaces ما بين ال number of turn بس يعني كده decreases ل ايه ل 1 over 3. A solenoid wrapped around plastic cylinder and connected to battery with switch key, then placed close to a freely suspended power magnet as in the opposite figure, so when the switch key is closed. تعال نقفل كده السويتش في كارنت هيمشي من البص بتاع الباتري هيكمل upward في السولينويد. السولينويد carry current up and the right hand rule يبقى direction الفيلد ماشي ايه؟ ماشي to left. يبقى ماشي كده وانت عارف دايركشن الفيلد انسايد الماجنت انسايد السولينويد من الساوث للنورث يعني معاك اد بوينت بي اس واد بوينت ايه هيبقى النورث طبعا هنا نورث والماجنت هنا ساوث ان واس يحصل بينهم ايه اتراكشن هتلاقي الماجنت بيقرب من السولينويد فبيقول لك الماجنت ابروتش للكويل ولا الماجنت روتيت روتيت غلط دازنت موف غلط هيبعد طبعا غلط هو هي ايه اتراكت يعني ابروتش يقرب فيبقى الانسر الاولاني. السؤال اللي بعده. In the opposite figure, wire wound to form a long solenoid and then it is connected to a battery. So the formed poles. تعال نشوف الترمينال A وترمينال B. الكرنت ماشي ماشي هيلف من ورا وينزل ينزل ينزل بعدين بص طلع 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 هو مرسوم كده 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 بالشكل ده تمام بعدين ديه كده بعدين كده فالكرنت بص كده بلون مختلف طالع فهيلف من ورا وإيه؟ وينزل ينزل ينزل دي بقى حتة كاملة هيطلع فيها وبعدين ينزل من ورا وبعدين يكمل أكبر علشان يبقى متقسم لبارتين البارت اللي على الشمال ده اللي هو فيه كارنت داون داون يبقى الفيلد رايت فيلد رايت كده يبقى هنا إيه؟ هنا اس يبقى اد بي يبقى ماكس هاوس طب فوق اللي هو البارت اللي على اليمين أبورت يبقى الفيلد هيبقى ماشي تو ليفت يعني هنا في ايه؟ ساوث يبقى الاثنين عندهم ايه؟ الاثنين عندهم ساوث ده ساوث وساوث يبقى ده غلط يبقى كده الانسر دي. السؤال اللي بعده in the opposite figure a coil is fixed above a piece of soft iron which is placed to the pan of the scale which gives the reading بW. What happens to the reading of the scale when one of the two switches K1 or K2 is closed while keeping the other one open. تعال نشوف. بيقول لك when one of the two switches K1 أو K2 هو اللي إيه؟ closed واحد من الاثنين اتقفل while keeping the other إيه؟ the other one open. تعال كده نجرب. لو جربت مع K1 K1 هو اللي ايه هو اللي قفل K1 مقفول يبقى الكرنت طالع 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 هيمشي كده في السولينويد يعني في فيلد ايه كرنت ماشي يمين فيلد ايه ابورد لفوق بالشكل ده يعني تحت في اس فوق في ان في اس وده ماله ميتال هيحصل له اتراكشن للايه للاس لما يحصل له اتراكشن للاس للساوث يبقى هو هيترفع من على الايه البالانس بتاعه يعني كده الريدنج المفروض ان هي ايه تقل طب انت لو قفلت كي 2 يبقى في كارنت هيمشي في ماجنتيك فيلد هيتكون في اتراكشن برضه للميتال فالريدنج برضه ايه هتديكريز يبقى المفروض ان هي ديكريز في البوست كيسز ان مين زين الدرجة.
السؤال هنا مدي لك اثنين سيلينويد اكس واي have the same number of term، يبقى الاثنين ان الاثنين ان equal carry direct current as shown in the opposite figure. Then which of the following graphs represents the ratios of the produced magnetic flux density P as x؟ معانا ال Px وهنا ال Py. أنا شايف في هنا L وفي هنا 2L، شايف هنا 2I، شايف هنا I، والنمبر of turn قال لك إن هما سين، يعني هتعمل ratio Px over Py، يعني الN سين خلاص يبقى Ix over Iy times length y عشان inverse over length x. I x بكام؟ I x ب I و I y ب 2 I يعني 1 over 2. L y ب 2 وهنا 1 يبقى 2 over 1، كنسلوا بعض الريشيو تطلع 1 ل 1، يبقى المفروض تختار لي C. خش على In the opposite figure معاك اتنين identical solenoid. After closing switch K the magnetic flux density at point B. لما نقفل يبقى لازم نجيب before و after. Before في current ماشي من الباتري ديت هيلف طالع لفوق، يعني في magnetic field ماشي to left، يعني في B solenoid equal mu N I over ال N. طيب لما نقفل السويتش، نقفل السويتش يبقى في كارنت تاني هيطلع، هيبقى ايه؟ upward برضو، فهيدي field in same direction. يبقى كده انت معاك ال B totally الجديدة بقت B1 plus ال B2 وهما الاتنين identical، يعني الدبل الاولاني، يعني تزيد ولا تقل؟ تزيد، يبقى تختار لي increase. كمل معاك. نديلك اتنين سيلينويد اكس واي سيم لينث، يبقى ال x equal ال y والنمبر اوف turn تمام، يعني ان x equal ان y made of two copper wires of different cross sectional area، واخد بالك؟ they are connected to two sources of the same voltage. If the ratio of the flux densities بكام؟ bx على by، bx على by مدينا 9 ل 1. عايز بقى ال choice which of the following choices is correct. cross section area x، area x resistance، resistance يبقى بيتكلم عن resistance والايه والهيد. تعالى كده وانا هقول لك حاجه مهمه. المفروض ان b solenoid equal mu n I over ال L، هو قال لك اللينس سيم، بس ده اللي ايه؟ ال سولينويد. ال سولينويد هو ايكوال ان تايمز 2 ار الواير، حلو؟ لان احنا معانا لينس الواير بيبقى ان تايمز 2 باي ار الكويل، وفي فرق، ايه الفرق؟ يعني مثلا شايف انت الماوس السلك بتاعك، شايف انت الواير، الواير دوت ليه ايه؟ المفروض ان هو بيبقى ليه جوه اريا، صح؟ يبقى اللي جوه ديت اريا الواير، لكن لو جيت لفيته وعملت منه سيركل، عملت منه سيركل يبقى في اريا الكويل ليها ريديوس، الكويل يختلف تماما عن ريديوس واريا مين؟ واريا مين؟ اريا واير، حلو؟ طيب الاريا اللي بيتكلم عنها هي اريا الواير، واريا الواير ديت او ريديوس الواير او ديامتر الواير، اي حاجه تخص الواير ليها علاقه بمين؟ بالاي دوت مرتبط باريا مين؟ باريا الواير، حلو. تعالى بقى نحل. احنا معانا الميو والان والال سيم، فالبي دايركت مع الاي، فهو مدي لك ان بي اكس على بي واي ب 9 ل 1، بي اكس اوفر بي واي ب 9 على 1 اللي هي تبقى ايكوال اي اكس اوفر اي مين اي واي. طب ما الاي عكس الار،
يعني equal ry over rx. طب فاكر ratio resistance؟ ratio resistance chapter 1 معاك ايه؟ ry على rx تبقى equal area x over area y. يعني انت معاك هتطلع كذا جذر. في حتة ال resistance cross multiplication هتلاقي ال ry equal 9 rx، وهتلاقي ال area x equal 9 area y. حلو، تعال نطلع بقى نشوف الانسر دي. بيقول لك cross sectional area x 3 times y، ما تنفعش. 9 times area x 9 times y، واخد بالك تحت اهو area x 9 area y يعني تمام. طيب resistance x 3 resistance y، لا resistance x المفروض تبقى 1 over 9 من y، يبقى ما تنفعش. resistance x double y ما تنفعش، يبقى تاني answer هو اللي ايه؟ هو اللي صح. تمام؟ كمل معايا. مدي لك هنا circular coil ليها n بn radius r i bar flux density كانت b. it turns placed uniformly away from each other becomes solenoid ليه length between r، ليه نفس ال i و flux density عايزها. هنا انت كده بالنسبة لك حولت لي coil ل solenoid، ولما تحول coil ل solenoid دي في ال radio بتاع القط ماشي، هتعمل ريشيو ما بين بي الكويل على بي سيلينويد، يعني بي كويل على بي سيلينويد هيبقى ايكوال لينس سيلينويد على 2 ار الايه الكويل. لينس سيلينويد مديهولك ب 20 ار على 2 وريديوس بار، يعني 20 على 2 بكام؟ ب 10. انت عايز بي سيلينويد يبقى بي كويل على 10، يبقى تختار لي بي اوفر 10. خش على بعض الانتر اكشن، حدد هات. في السولونايد بتجيب جوه في السنتر اكسس، معاك كارنت للسولونايد داون نوردس يبقى فيلد ماشي رايت، معاك بيربنديكولار واير على البيبر يبقى كاري كارنت يا كلوك وايز يا انتي كلوك وايز. هنا دوت دوت يعني انتي كلوك وايز، يبقى كده اقرب حاجه للسنتر اكسس هيبقى اللي طالع لفوق مع الاكسترنال، مع الفيلد بتاع السولونايد الاثنين هيبقوا ايه؟ بيربنديكولار. يعني الرول هنا بي توتال ايكوال روت بي واير سكوير بلس بي سيلونايد ايه؟ بي سيلونايد سكوير. هتضطر تحسب لي بي واير من رولك ميو اي اوفر 2 باي دي، وتحسب بي سيلونايد من ميو ان اي اوفر ال سيلونايد. اقول لك الارقام بتاعتك، مديك واير الكرنت بتاعه 15، يعني ده كده كاي ب 15. الديستانس معاك الديستانس هتقرا وتجيبها، يعني هو الديستانس مرسومه اصلا مدالك بكام؟ ب 15 سنتيمتر، يعني دي 15 باي 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. بالنسبه للنمبر اوف تيرن مديها لك ب 10 تيرن، ومدي لك الكرنت للسيلينويد اللي هو 7 على 22، ومدي لك اللينث، اللينث اهو كام؟ 15 سنتيمتر. يبقى اللينس ده 15 باي 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. كل اللي عليك ان انت تحسب بيه الواير وبيه السيلونايد وتاخدهم بايسيجرس تحت الروت وتشتغل وتجيب الميتود. شوف اللي بعده. بيقول لك هنا واير اوف لينس ال وند انتو سيركلر كويل ليها نمبر اوف ترن 1 وكرنت باي وفلكس دنسي بي. قال لك rewinded، خلاص احنا زينا من الفكره ديت، rewinded لنمبر اوف تيرن كام؟ ب 2، ومعاك سيم كارنت، خلاص يبقى كده بي 1 اوفر البي 2 ايكوال ان 1 سكوير على ان 2 سكوير، وسيم اي مش كاتب تايمز اي 1 على اي 2، يبقى كده معاك 1 سكوير على 2 سكوير اللي هي 4، يبقى الريشيو 1 ل 4، كروس مالتيبليكيشن تلاقي بي 2 ايكوال 4 في بي. خلاص؟ السؤال اللي بعده. بيقول لك in the following figure permanent magnet is on next to current carrying cylinder. In which two figures of them the bar magnet
get attracted to solenoid. طيب انا هنا شايف بوزيتيف وهنا نيجاتيف، يبقى الكرنت يمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى ماشي ايه لفوق ابورد، يبقى الفيلد ماشي تو ليفت، يعني من الساوث للنورث. ان وان يحصل بينهم ايه ريفل. طيب هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف، يبقى الكرنت طالع لفوق، يبقى الفيلد كده ادي اس وهنا ان، ان واس يبقى تاني واحد ده يعمل ايه اتراكت. طيب بوزيتيف نيجاتيف، الكرنت هيلف من ورا وينزل، يعني داون نوردس ماشي يمين، الفيل من الاس على الشمال والان على اليمين، انه اس يحصل ايه تمام اتراكشن. اخر واحده بوزيتيف نيجاتيف، الكرنت هينزل برضه داون نوردس ماشي رايت الفيل، هيبقى من الاس اس واس ايه ريبل. هو عايز اللي يعمل اتراكشن معاك 2 ومعاك كام ومعاك 3، يبقى تختار لي اخر واحد. السؤال اللي بعده، مديك اتنين سيلينويد identical each of them carries an electric current are placed near to each other where their axes are parallel. The net flux density due to of them due to them at point x. شوف لي point x فين. point x هي outside the two سيلينويدز. طيب الكرنت هنا ماشي داخل كده، هيلف من ورا ويمشي left كده. لما يكون السيلينويد كاري كارنت بالشكل ده، بص السامبل ايه؟ السامبل تحت، يعني الفيلد السهم ده. بس ما تقفش على كده، ليه؟ لان انت كنت بتقف على كده لما يبقى معاك ايه مثلا؟ ادي كارنت ابورد، يبقى الفيلد ليفت وخلاص، عشان انت كنت بتحتاج فين؟ في السنتر اكسس جوه. انما البوينت المره دي بره، فلازم تكمل اوت سايد من الان للاس، يعني ده كده تكملهولي كده عشان يبقى upward at point x. حلو. بالنسبة للتاني برضو السنويد التاني، كرنت هيبقى ماشي يمين، يبقى طالع لي ايه؟ طالع لي فوق، تمام، وهيلف، هيبقى ايه؟ هيبقى ده كده لما يجي يلف هيبقى ايه؟ هيبقى ده، هيبقى معانا واحد up واحد down، الاتنين identical في كله الا الايه؟ الكرنت. الكرنت الكبير هو اللي يدي بي كبير، يبقى انت هتمشي في دايركشن ال 2i اللي هو طالع لايه؟ لفوق upward، يبقى كده هتختار لي الانسر ايه؟ الانسر سي. السؤال اللي بعده، in which of the following figures the net flux density at the center of solenoid at point C is leftwards parallel to the plane of the picture. عايزها ايه؟ عايزها left. تعال نشوف. السولينويد هو كاري كارنت ابورد، يبقى ماشي لفت، والواير رامي ايه؟ رامي دوت. طيب في فيجر بي الواير هيرمي كروس، والسولينويد هيبقى كاري كارنت من الكارنت هيطلع من فوق وايه وينزل، يبقى كده داون، هيبقى الفيلد ماشي ايه؟ ماشي رايت، يعني معاك سهم ومعاك كروس. بالنسبه بقى لسي، فالواير هيرمي تحت دوت، وبرده الفيلد كارنت داون اوردس، يبقى الفيلد هيبقى ماشي ايه؟ ماشي رايت. اخر واحد بقى الكارنت هيطلع ابورد، يبقى الفيلد ليفت، ومعاك واير بيربنديكولار كاري كارنت كروس، هيمشي كلوك وايز كلوك وايز، فاقرب حاجه ليه هيبقى ماشي ليفت، يعني كده اخر واحده هي اللي ايه؟ هي اللي تمشي. ليه؟ لان لقيت انت اتنين فيلد ماشيين ليفت، انما فوق واحد يمين مع كروس الاثنين بايسيجرس، وهنا واحد شمال مع دوت الاثنين بايسيجرس، هنا دوت مع يمين الاثنين بايسيجرس، اخر واحد بس الاثنين بلس ان سيم دايركشن رايح ايه؟ رايح ليفت. خش على بقى. هنا كويل وسيلينويد. الكويل اكنه كويل بيربنديكولار، اكنه ايه؟ سيلينويد. معاك انت دايركشن الاي للسيلينويد داون ووردس، داون ووردس يدي فيلد ليفت. طب للكويل ابورد، سوري هو داون ووردس، انا كنت عامل كده داون ووردس، داون ووردس تمام، داون يبقى ماشي ايه؟ فيلد رايت. يبقى السيلينويد عنده فيلد رايت، الكويل كاري كارنت ابورد، يبقى ماشي فيلد ايه؟ فيلد ليفت، فالاثنين هيبقوا ماينس 1، يعني بي توتال بي توتال ايكوال بي كويل ماينس بي سيلينويد.
بيتكوين ميو ان اي اوفر 2 ار ماينس بي سيلينايد ميو ان اي اوفر السيلينايد معاك كل حاجه في الجيفن تقدر تطلع بيتكوين وتطلع بي سيلينايد وتجيب البيتوتال. سؤال في السؤال اللي بعده بيقول لك السيلينايد اوف لين سيل is connected to a battery negligible internal resistance في 1/4 cut off. يبقى ده سؤال cut. فانت على طول هتجيب لي الريميندر هتعمل 1 minus cut يعني 1 minus 1 over 4 هيدي لك 3 over 4. هنا بقى كسيلينايد بتترجم 3 على 4 لثلاث حاجات. بتترجمها ل N2 و I2 وايه؟ و L2. بالنسبة لل N فهي 3 على 4 مقلوبها 4 على 3 للاي هي للنس. وبعد كده تشوف يا ترى في حاجة من الثلاثة سواء ان او اي او ال سيم ولا ال remaining part is connected مع نفس الباتري. سيم باتري مش معناها سيم كارنت وخلي بالك. عايز يعرف ال B. خلاص هتشتغل ratio يبقى B1 over B2 equal N1 على N2 N1 born N2 is 3 over 4 times I1 على I2 I1 born I2 4 على 3 times L2 على L1 يعني 3 over 4 divided 1 دول هيشيلوا دول فيفضل لك إن P1 على B2 equal 3 over 4 فكده تقدر تحسب ال B2 تبقى equal إيه 4 في B1 يعني كده 4 over 3 B1. عايز تحولها لبرسنت خد الرقم 4 over 3 minus كام؟ minus 1 وبعدين times 100 هيديك البرسنت اللي هي 33.3. السؤال اللي بعده an insulated wire of diameter 0.4 يبقى ده كده diameter is coiled around iron rod يبقى كده هو تحول لسيلينايد ادام هيلفوا على ايه اهو شايف الجمله ديت معناها كده ان انت بقى معاك سيلينايد وهنا برميابيلتي غير اللي احنا بنشتغل بيها وقال لك ان التيرنس ار تانجنت على طول يبقى ال سيلينايد ايكوال ان تايمز تو ايه تو ار الواير وفي كارنت 3 امبير عايز الماجنتيك فلكس دنسيتي يبقى البي سيلينايد هتبقى ايكوال ميو ان اي اوفر ال سيلينايد الميو اللي هي 2 باي 10 باور نيجاتيف 3 في الان مش مدين الان تايمز الاي اللي هو ب 3 اوفر اللينس سيلينايد هيبقى ان تايمز 2 ار فالان شالت ايه الان ال 2 ار على بعض اللي هي الديامتر 0.4 0.4 باي 10 باور نيجاتيف كام نيجاتيف 2 يبقى بالكالكليتر 2 باي 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 3 على 0.4 باي 10 باور نيجاتيف 2 وتشوف كده البي سيلينايد تطلع معاك. السؤال اللي بعده بيقول لك معاك 3 كويلز زين ذا كوريكت ارانجمنت للماجنتيك فلكس دنسيتي لكل واحد. طيب دول سيلينايد ماشي هنا ال وهنا ال وهنا ال داخل اي داخل اي داخل اي النمبر اوف تيرن 3 3 3 يعني الان والاي والال كلهم سيم يبقى البي كلها ايه كلها سيم. اوعى هنا تقول لي ده ليه اريا وده ليه اريا وده ليه اريا فتقول لي اريا 1 اكبر من 2 اكبر من الاريا ديت هنا ما بتاثرش على السيلينايد ملهاش دعوه بيه ايه بالسيلينايد الفاكتورز بتاعته ميو ان اي اوفر ال سيلينايد حلو ملوش دعوه بمين بالاريا. السؤال اللي بعده فاضل سؤالين هانت in the given figure direction and the magnitude of electric current I passing through the wire to make the total flux vanishes. طيب هنا vanishes the current بالسيلينايد upward فالفيلد ماشي to right فلازم فيلد الواير زي ما اتعلمت كبي توتال ايكوال زيرو يبقى in opposite direction يعني يبقى ماشي هو السيلينايد انا قلت to right وكده to left ماشي
هو ماشي ليفت، فالواير لازم يبقى ماشي ايه؟ ماشي رايت. يعني المفروض لو هتكمله عشان ده بيربنديكولار يبقى روتيت كده، يعني انتي كلوك وايز، يبقى كاري كارنت ايه؟ دوت اوت اوف ذا ايدج. يعني كده انت بتتكلم اوت يعني اخر اثنين اوت. طيب الاي بي كام بقى؟ ما كده هيبقى معاك بي الواير ايكوال بي السينماين بي الواير ميو اي اوفر 2 باي دي ايكوال ميو ان اي اوفر ال ميو كانسل ميو. تعال نشوف اي السينماين بدولك ب 2، اي الواير احنا عايزينه على 2 باي الديستنس. لما نمسح كده الديستنس نديها لنا ال ولا لا؟ الديستنس ال اهي اللي هي الديستنس ديت. تاني بقى الديستنس ال ايكوال ال ان النمبر اوف تيرن، هو ادانا النمبر اوف تيرن اهي ب 10 في الكرنت اللي هو 2 اوفر اللينس كام؟ ب 2L. عشان L تشيل L و 2 تشيل 2 يبقى كده معاك I over Y equal 20، يبقى I الواير ب 20 ايه؟ 20. يبقى هتختار لي الانسر B. خش على بعض. اخر سؤال معانا، في اخر سؤال بيقول لك two long parallel straight wires at distance 4 cm from each other each carries a current of 2 ampere in the middle the distance the, in the middle of the distance between them we place solenoid by length by centimeter number of turn بكام؟ ب 100. So the flux density at point A مديهالك 16 by 10 by negative 3. عايز ال current passing through the cylinder. ماشي. أنا في current و current موجود للواير. ده ماشي يمين، ده ماشي يمين، اللي فوق هيرمي cross واللي تحت يبعت dot. cross dot بينهم إيه؟ بينهم minus. شايف بقى السيرميد كاري كارنت ابورد، فالفيلد بتاعه يبقى ماشي ايه؟ سهم لفت. يعني معاك كروس ومعاك دوت ومعاك سهم لفت. اول حاجه هتاخد ماينس من بين الاثنين واير، والريزلتنت اللي يطلع بتاخده باي سيرس مع السيرميد. حلو؟ طيب هو قال لك ال تو لونج بارل ستريت وايرز ات ا ديستانس 4 سنتيمتر فروم ايتش اذر. حلو؟ وكل واحد كاريز كارنت ب 2 امبير، وفي الميدل حطينا ايه؟ حطينا 2. يعني الديستنس المفروض كلها كام؟ 4 سنتيمتر، ففي الميدل يبقى هنا 2 سنتيمتر وهنا 2 سنتيمتر. هنجيب بي، هو كده الاثنين ماينس بعض. يعني هو خدمك ان انت لما تيجي تحسب بي الواير ميو في 2 على 2 باي والديستنس 2 باي 10 باي نيجاتيف 2، والثاني زيه التاني زيه، فالاتنين كده ماينس بعض بكام؟ بزيرو تشيرو، فيفضل لك بي ايه؟ بي السينمايد. يعني البي توتال هنا البي سينمايد اللي هي بكام؟ 16 باي 10 باور نيجاتيف 3. 16 باي 10 باور نيجاتيف 3. لكن لو ما كانوش ايكوال الوايرين البيهات، كنت زي ما انا قلت لك هتعمل بينهم ماينس، وبعدين تاخدها بالسيجرس مع ايه؟ مع البي سينمايد، وتساويها بالبي توتال 16 باي 10 باور نيجاتيف 3. لكن خلاص يعني دي ابسط شويه. يعني كده انت هتفك لي بي السيلومايد ميو ال number of turn 100 ال i انت عايزه over ال length اللي هو باي سنتيمتر، يعني باي تايمز 10 باور نيجاتيف 2، كل ده يبقى ايكوال 16 باي 10 باور نيجاتيف 3. تعمل شيفت سولف على الكالكليتر هتطلع رقم الـ. جميل. الحمد لله كده خلصنا ريفيجن الكويل والسيرفر. تمام. المفروض طبعا بفكرك تاني ان انت ما ينفعش تسمع الفيديو ده لوحده. الفيديو جميل ولا من التريكات والافكار الصعبه كلها الحمد لله، بس لازم تلم كل حاجه برضو في الفيديوهات التانيه. تمام.
يعني انت شايف الفيديو ده والفيديو اللي فات خدوا اسئله كتير وخدوا وقت كتير. لو كنت بقى هسجل نفس الاسئله بتاعت في الفيديوهات التانيه، تخيل بقى الفيديو، يعني احنا كده ومش ملاحقين خلاص. فلازم تسمع الفيديوهات التانيه، ماشي؟ خليك امين على نفسك كده واسمع حبيب قلبي، اسمع وظبط نفسك كده، ولو محتاج حاجه كلمني. تمام، نشوفكم بقى على خير في الفيديو اللي بعد كده. مع السلامه.